اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا وكلامنا واحتفالنا بجميلات كره السله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين فوزنا ببطوله السوبر، ثالث بطوله تخش النادي الاهلي هذا الموسم للسيدات بعد الصفقات وبعد طبعا الاداء الرائع اللي بقالنا فتره بنقدمه. يمكن دينا كابتن الفريق وبكرر الحته دي كتير لان انت عليك عبء كبير جدا، بس خليني اتكلم يمكن في تفاصيل شويه. يعني يمكن كل اللاعبات ما شاء الله يعني في التعليم وفي العمل وفي الشغل ليهم شخصيتهم. يعني الناس متخيله ان لاعب كره السله او لعيب كره السله مثلا هي لعيبه وبس، ولكن ما يعرفوش ان انتوا في التعليم واصلين درجات عاليه جدا وايضا في الشغل. كلميني على الموضوع ده. هو اولا دراسيا يعني احنا عندنا كذا حد ما شاء الله متفوق جدا، يعني اللي موجود منهم دلوقتي هو تبقى جاكي، رنا علاء، وجنة طبعا، هما دول اخر، ورضوى وكده، بس هما دول يعني عشان مثلا هندسه فهما كانوا عاليين. كان في قبلهم رنا عبد الظاهر وكده، كانت طب وكده، فالناس دي بصراحه كان يعني الموضوع عندهم كان بيبقى تقيل جدا. صحيح. فبس هما خلاص قربوا يخلصوا يعني هيبقوا متفرغين للقصه دي، نيجي بقى للشغل. وحتى اللي ما دخلش طب وهندسه بيدرس دراسه يعني جامعات عاليه جدا. لا يعني دي حقيقه طبعا. بس هو الفكر ان فعلا دول حرام بيبقوا محتاجين شغل ومذاكره فعلا كتيره جدا، فدول اكتر ناس بصراحه هما بيبقوا تعبانين ما بين الاثنين عشان يوفقوا ما بينهم، بس ما شاء الله كانوا بيقدروا يعني. هما دي حياتهم. صحيح. يعني هما متعودين عليها من وهم صغيرين. بس نيجي بقى بعد كده مثلا الناس بتشتغل زي انا وسوريا. يعني مين تاني معاكم؟ لا ما دلوقتي مفيش. بس يعني في فريده ونهى الى حد ما حاجاتهم لسه ورك فروم هوم. بالظبط اونلاين كلها لسه، يعني انا وهي بس اللي بننزل. احنا ملتزمين بمواعيد عمل وحضور وغياب وكل الكلام ده محسوب علينا، ما ينفعش نيجي نقوم مشتغلين. بس ده مجهد برضو كمان زي جدا. يعني بصراحه لا جدا، يعني حتى كمان في وقت المعسكرات والكلام ده كله مش بنقدر ان احنا نمشي في اي وقت، لو التمرين بدري مش بنقدر ان احنا نعرف نروح، لو حد عرف يمشي ماشي، ما عرفش طبعا يبقى عندك مشكله من هنا ومشكله من هنا. وانا فعلا كنت محطوطه فيها بصراحه الفتره اللي فاتت، حتى كنت بكلم سرايا في الموضوع. بس ماما بتساعد الجامد يا دينا، خلي بالك. والله يا كوتش يعني خلي بالك، هي رياضيه طبعا ورياضيه يعني سابقه، فطبعا عارفه المعاناه اللي انت بتعديها في وفرالك كل حاجه واخوكي كمان. بصراحه دعواتها يعني ربنا يخليها ليا، هي اللي يعني موقفاني على رجلي بامانه. ربنا يخليها ليا. حتى مثلا ابقى راجعه بالليل مش قادره اعمل اي حاجه، طب اعمل لك حاجه تاكليها، حاجه تشربيها. وخلي بالك يعني انت بتقولي دعوات كمان، يعني دعمها المعنوي ليكي كمان يعني. هو ده اهم حاجه، اتصالاتها بيا طول اليوم، عامله ايه، بتعملي ايه، اكلتي، رحت التمرين، وصلتي، جيتي، عملتي ايه النهارده، وصلتي، زعلانه، متضايقه. بصراحه من غير الحاجات دي انا ولا حاجه يعني بامانه يعني. ما ربنا يخليها لك يا رب ان شاء الله. انت اكيد يعني امهاتنا جميعا يا رب، ويرحم اللي توفوا عشان برضو اكيد هم مفتقدين حاجه كبيره أكيد جدا. اكيد.